مثال شهر او اشهر مع الضغط اسامة حضرة رمسيس. لكن زمان وانا صغير لما بروح اشوف التمثال ببقى سعيد جدا، لان كانت الدنيا فاضيه حواليه وفي نافوره ميه. لكن مع تطور الزمن والقاهره اصبحت كبرت، التمثال بقى كبر اكتوبر مترو الانفاق تحديد وتلوث بصري للمنازل، كانت الحقيقه خلى التمثال مسدود وفي حاله سيئه جدا. فاحنا قررنا ان احنا ننقذ هذا التمثال وننقله ونوديه في المكان اللي هيتحط فيه المتحف المصري الكبير. الحقيقه نقل التمثال ده كان في اغسطس 2006. حاجه انا لا انسى ان احنا عملنا دراسات على اعلى مستوى واثبتنا حاجه مهمه جدا، ان انت لو اشتغلت من خلال تيم ورك يعني فريق متكامل